بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، مع الدرس السابع من مادة الدراسات الإسلامية المنهج الجديد للصف الخامس الابتدائي، معرفة الرب، قسم التوحيد، الأصول الثلاثة التي يجب على العبد معرفتها. كلنا نعرف هذه الأصول، معرفة العبد ربه. خليها كده تبقى باينة شوية ونكبرها شوية عشان تبقى واضحة. معرفة العبد ربه، معرفة العبد دينه، معرفة العبد نبيه، معرفة العبد نبيه، ربه دينه نبيه، ربه دينه نبيه، ونزود عليها محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى ثلاث أصول، ربه دينه نبيه، يعرف ربه دينه نبيه. هذه الأصول مهمة جدا نحفظها. هذه الأسئلة سيسأل عنها الإنسان يوم القيامة: من ربك؟ ما دينك؟ من الذي بعث فيكم؟ ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ الأصل الأول معرفة الرب. من ربك؟ ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. معنى الرب هو الخالق، المالك، الرازق، المدبر، المحيي، المميت. الخالق، المالك، الرازق، المدبر، المحيي، المميت. الله ربي، هو الذي خلقني وخلق جميع العالمين. الله ربي هو معبودي، ليس لي معبود سواه، لا أعبد إلا الله. أؤمن بأن الله هو الذي خلق الخلق ورزقهم، الدليل على ربوبيته. الله قال تعالى: الحمد لله رب العالمين، رب العالمين. معنى الآية: الحمد لله، الثناء على الله مع حبه وتعظيمه، الثناء على الله مع حبه وتعظيمه. معنى الحمد لله: الثناء على الله مع حبه وتعظيمه. العالمين، جميع العوالم المخلوقة مثل عالم الملائكة وعالم الإنس والجن والحيوانات والطيور والنباتات والجمادات، هذا رب كل المخلوقات. أما الحمد لله يعني أثني على الله مع حبي وتعظيمه. كل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. الله الذي رباني بالنعم، الله وحده هو الذي رباني بالنعم. النعم الظاهرة مثل الطعام والشراب والصحة والأمن، الباطنة مثل الهداية للإسلام والتوحيد والسنة. توحيد وإيه؟ والسنة. هذه نعم، أن هداك الله عز وجل لتوحيده وتمسك بسنته. بالتعاون مع مجموعتي نبحث في السور العشر الأخيرة عن 5 آيات فيها كلمة الرب. أحدنا يقرأ الآية ونحن نتعرف على السورة. أول سورة يا سيدي هي سورة الفيل. ألم تر كيف فعل ربك، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. أصغرها شوية بقى عشان إيه تمشي وتكون هناك. سورة، قل أعوذ برب الفلق، يبقى سورة الفلق. قل أعوذ برب الفلق، سورة النصر، سورة النصر. فسبح بحمد ربك واستغفره.
استغفر فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. هذه سورة النصر. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سورة الكوثر. فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر، يعني صلي العيد واذبح الهدي. آخر سورة، سورة الناس. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. يبقى هذه الآيات، فيل، الفلق، النصر، الكوثر، الناس، والآيات ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. قل أعوذ برب الفلق، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، فصل لربك وانحر، قل أعوذ برب الناس. خلصنا، ننتقل للآيات التالية. بالتعاون مع مجموعتي أبين ما تدل عليه الآيات. الآية الأولى، قال الله تعالى: ذلكم الله ربكم فاعبدوه، تدل على أن الله هو المستحق العباد. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، تدل على أن الله هو الخالق، أن الله هو الخالق. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، تدل على أن الله هو الرازق. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، هو المدبر. قل اللهم مالك الملك، أن الله مالك الملك سبحانه. يبقى الأولى الخالق، الرازق، المدبر، مالك الملك، مالك الملك. التقويم، يسأل العبد في قبره عن ثلاثة أسئلة، يقول له: من ربك؟ أول سؤال. ما دينك؟ السؤال الثاني. ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ إن كان مؤمن هيجاوب، وإن ما كانش مؤمن يقول ها ها لا أدري، فيقولوا له: لا دريت ولا تليت، هذا مكانك في النار. ماذا يجب على المسلم أن يفعل حتى يثبته الله عند السؤال؟ يؤمن بالله ويتعرف على الله وعلى أسمائه وصفاته، ويتعرف على دينه ويتمسك به ويطبق أحكامه، ويتعرف على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى سنته ويقتدي بها، علشان تعرف ما ربك وما دينك ومن نبيك، تعرف تجاوب. لازم تكون مؤمن بالله، تتعرف دينك، عارف أسماء الله، عارف صفاته، عارف الأحكام، عارف النبي، وبتطبق سنته وتقتدي بها.
ممكن ننزلها لتحت شوية كده. طيب، ما معنى الحمد لله؟ الثناء على الله مع حبه وتعظيمه. الثناء على الله مع حبه وتعظيمه. اذكر مثالين على نعم الله الظاهرة: الطعام والشراب والصحة. الشمس والماء، كفاية دول، دي حاجات ظاهرة بشوفها بعيني. الباطنة: التوحيد والهداية للسنة وراحة البال وحب الله. والهداية للإسلام والهداية للإيمان: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم. يبقى الهداية للإيمان، وهي ربنا سبحانه وتعالى وأصلح ويصلح بالكم. هذه كل دي نعم: توحيد، هداية للسنة، راحة البال، حب الله، هداية للإيمان. كل هذه من النعم الباطنة. ما تبخلوش علينا بدعائكم واللايك والاشتراك في القناة. القناة عليها قائمة إسلامية ولغتي ورياضيات وعلوم ومهارات حياتية، وكل الصفوف ابعتوا لهم اشتركوا في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.